مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. عام 2019 كان الاحتياطي بالعملات الصعبة في المصرف المركزي يقدر ب 33 مليار دولار. بعد عامين وبحسب التقديرات لا الأرقام المؤكدة بات الاحتياطي الإلزامي 14 مليار دولار. في حزيران 2020 وحين بدأ دعم السلع الغذائية خرج أكثر من 10 مليارات دولار بحجة دعم السلع، وباعتراف رئيس الحكومة 7.4 مليار منها أسيء استخدامها. أكثر من عامين من تهريب الأموال وقوانين حظر التحويلات تتنقل من لجنة إلى لجنة نيابية، آخرها اقتراح قانون تقدمت به الحكومة وحاولت تمريره دون أن تنجح بذلك. في هذه الحلقة أستضيف المحامي علي زبيب لتفنيد الاقتراح الأخير وللإضاءة على الألغام القانونية فيه، وأيضا سنكون في نقل مباشر لحفل توزيع جائزة أبطال مكافحة الفساد الدولية والتي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي للإعلان عن أسماء الفائزين بها هذا العام. أهلا وسهلا فيك دكتور في هذه الحلقة. أهلا فيك أستاذ آدم، وشكرا لك مجددا. شكرا لك، شكرا على حضورك. نبدأ بالمادة الأساسية أو الطبق الأساسي المرتبط بقانون الكابيتال كنترول الأخير واللي أثار ضجة كتير كبيرة فيما يتعلق بالمادة 8 منه. حضرتك كان عندك تعليق على أهمية هذه المادة وحتى على اللغم القانوني اللي موجود فيه، إذا منبلش نفندها ببداية الحلقة. أول شيء أستاذ آدم خلينا نقول أنه الكابيتال كنترول وهي قلناها قبل أصبح لزوم ما لا يلزم، وخاصة بالاقتراحات المتتالية اللي عم تطرحها اللجان المختلفة بمجلس النواب. نحن من أول الأزمة وعم نكرر وعم نقول في حاجة للكابيتال كنترول مباشرة بعد 17 تشرين، لأنه هو عمليا قانون بحد من هروب رؤوس الأموال. أكان هذا الهروب قانوني أم غير قانوني هذا موضوع تاني، ولكن للأسف الشديد صار في تمييع ممنهج لإصدار قانون الكابيتال كنترول، وكل المقترحات اللي عم تجي من 6 أشهر لليوم هي بعيدة كامل البعد عن فحوى أو مغزى الكابيتال كنترول. هي عبارة عن إعادة الانتظام لقطاع مصرفي أفسد ما أفسده بالنسبة للأموال الموجودة بهذا القطاع، إبراء للمصارف اللي هي مرتكبة، إبراء للمصرف المركزي والسلطة الرقابية اللي هي أيضا شريكة ومرتكبة ومقصرة، وأبراء طبعا للسلطة السياسية اللي هي بالدرجة الأولى مسؤولة عن اللي صار. قبل ما نفوت بالمادة 8، ليش بتقول تمييع لهذه القوانين؟ لأنه عمليا كلمة تمييع يعني إيهام، خلق وهم بعقول المواطنين أنه نحن عم نسعى لوضع أو تشريع قانون كابيتال كنترول، ودائما المودع والمواطن عايش بحالة ضغط وبحالة ستريس انه في شيء حيجي، ولكن الهدف الاساسي بيكون انه ما في تشريع لقانون كابيتال كنترول. انا قلت شيء مؤخرا استاذ ادم، لما تشكلت الحكومة الموجودة حاليا اول مقابلة للرئيس نجيب ميقاتي قال نحن نشفنا، وبالتالي اذا باعتراف رئيس الحكومة فايت على حكومة وبلد منشف قانون كابيتال كنترول لا هروب أي رؤوس أموال. بعدين حضرتك ذكرت بالمقدمة 14 مليار دولار، نحن لليوم ما عندنا ولا تأكيد إذا أصلا بعد في احتياطي إلزامي. عشان هيك قلت بحسب التقديرات لا الأرقام المؤكدة. الاحتياطي الإلزامي الوهمي وهالسر العظيم اللي بضل مخبيه مصرف لبنان بالرغم من طلبات متكررة من الحكومة ومن صندوق النقد الدولي، ولهلأ نحن ما شايفين فعليا قديش هو الاحتياطي الإلزامي. وبالتالي عملية تشريع قانون كابيتال كنترول نحن دائما معه، بس تكون لحماية المودع، مش تكون ضرب إضافي للمودع، حماية إضافية وإبراء للمصارف وحماية لهي الطبقة المتحكمة من التجار والسياسيين. بعيدا عن الحديث اللي ممكن يكون شعبوي بمطارح بس هو حقيقي، أنا بقول إنه الأساس الاستعجال الأساسي وصار في لعبة بمجلس النواب عبر اجتماع اللجان المبكر نهار الاثنين بدل نهار الأربعاء لتمرير الاقتراح الموجود حاليا، لأن احنا كنا أمام ثلاث اقتراحات. أول شيء اقتراح النائب عدوان، اقتراح النائب كنعان، ومن ثم ظهر هذا الاقتراح اللي نحن ما بنعرف فعليا يعني من أبويه البيولوجيين، ولكن بطا يعترف يصطلح على تسميته على أنه قانون نائب نقول نحاس ولو كان نائب رئيس الحكومة اللي طرحه باللجان المشتركة سعاد الشامي. وبالتالي يعني بغض النظر عن ثلاث اقتراحات، ولكن صار في عملية محاولة عملية تهريب وإقرار هذا القانون من اللجان للهيئة العامة بشكل سريع.
أنا بعتقد لسبب أوحد إذا بدنا نفوت تقنيا، وهو المادة 8. المادة 8 اسمح لي دكتور قبل ما نفوت بالمادة 8 اللي هيكون في عنا يعني كامل الوقت لتفنيدها، بس في سؤال بينطرح هون، يعني مثل ما ذكرت حضرتك أنه بالبداية هناك كأنه في إجماع بين الطبقة السياسية والطبقة المالية بعدم إمرار قانون كابيتال كنترول قبل ما نفوت ب يعني النصوص اللي موجودة أو من يخدم هذا القانون، ولكن صار في اعتراض كتير كبير من قبل يعني نواب ينتمون إلى الطبقة السياسية ولا كافة الأحزاب للقانون المقدم من قبل الحكومة. هذا الاعتراض اللي دائما بيطلعوا بيجاهروا فيه طالما هن جزء من هذه التركيبة وجزء من عدم رغبتهم بإقرار قانون كابيتال كنترول، هل مشكلتهم مع النصوص اللي موجودة بالقانون أم أين المشكلة بالذات؟ أنا بتصور يعني بعيدا عن السياسة، ولكن يتضح أنه هذه لعبة انتخابية جاية قبل الساعات أو الأيام الأخيرة الثلاث أربعة أشهر قبل فعليا الانتخابات، وبالتالي في الأمريكان بالتحقيق بيقولوا good cop bad cop، الشرطة الجيد والشرطة السيء. وأنا برأيي أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تعودنا عليها كجزء من هيدي المنظومة الحاكمة كيف تتصرف، وخاصة عند إقرار قوانين لا تتسم بالعدالة، لا تتسم ولا تتصل بالعدالة بأي شكل من الأشكال. أنا بتصور أنه إذا بدنا نرجع شوي لورا أستاذ آدم، قبل ما يتم اقتراح والإصرار على اقتراح قانون كابيتال كنترول سيء وهجين بهالطريقة، شفنا أنه أي نوع من المحاسبة وعملية التدقيق الجنائي عمليا اندثرت وانحلت، القانون خلص فعليا بعد في ثلاث أسابيع. وبالتالي اليوم أنت عم تصن عم تجرب تمرق قانون تقله للمتهم، أنا ما عم أقول المرتكب، على الأقل للمتهم اللي هن المصارف التجارية واللي عليهم ألاف الدعاوى، ما بدي أحكي عن الخارج من أجل المادة 8 داخليا على الأقل، والمصرف المركزي اللي عليه ألاف علامات الاستفهام، ولا حاكميته اللي عليها اتهامات موجودة بدول القرار المالي بالعالم. أنت عم بتقله أنه نحن عم نعمل عم نمرق عم نقدم اقتراح قانون بيرجع بسلمك كامل الصلاحيات وبإيدك القرار الأول والأخير. والأسوأ انه بتعرف اليوم هيدا قانون استاذ ادم، يعني هيدا ممكن يكون تشريع لمدى كثير طويل، عم بتورد فيه كلمات خطيره مثل الاموال الجديده، وبالتالي انت عم تضرب الدستور اللبناني وعم بتميز بين المودعين، وبالتالي عم تخلق تعريف جديد لا يعترف به القضاء اللبناني هو الاموال الجديده، وعم تميزها عن الاموال القديمه بالرغم من انه هيدا الشيء لا يجوز وممنوع يكون موجود. رح نفوت بكل هذه التفاصيل دكتور، ولكن يعني قبل أن نستكمل النقاش اسمحوا لي بأن أنتقل إلى البث المباشر لحفل توزيع جوائز أبطال مكافحة الفساد التي تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية لمعرفة الفائزين بها هذا العام. It undermines law enforcement and rots justice systems. It drains vital resources that could otherwise be spent educating children, treating the sick, expanding access to energy and broadband, or any number of services that improve people's lives. President Biden has, for the first time, designated the fight against corruption as a core U.S. national security interest. The United States is taking unprecedented steps to crack down on illicit financing, to seize and freeze stolen assets, and make it harder for those who steal from people to launder their money through real estate and shell companies. And combating corruption will be a central theme of the Summit for Democracy, which will convene starting tomorrow on International Anti-Corruption Day. The summit is a chance for us to learn from one another about what works best in fighting corruption, where we're falling short, and how we can work better together. Because in our interconnected global system, no individual, movement, government, or country can effectively fight corruption alone. As we go into the summit, there's a lot we can learn from the champions we're celebrating today. First, to fight corruption, we need leaders from every part of our societies to step up. Journalists, prosecutors, activists, business leaders, academics, educators, government officials. Second, as corrupt actors grow increasingly skilled at spreading their illicit activities and networks across borders, anti-corruption champions must do the same, finding partners in every field and part of the world. And we need to systematically fix the weakest links in our interconnected system. That's what Belize's Auditor General, Dorothy Bradley, did when she exposed how smugglers, traffickers, and other criminals were paying bribes to obtain Belizean passports and visas,
which they were using to escape accountability. Third, the secret weapon of anti-corruption champions everywhere, and the reason many of this year's awardees have been effective in countering impunity despite the powerful forces arrayed against them, is that they have most people on their side. People have experienced and understand to their core just how harmful and unjust corruption is. A 2017 poll found 1 in 4 people around the world had paid a bribe during the last year. Corruption is estimated to cost up to 5% of global GDP. In the majority of countries, people think corruption is one of the 3 biggest problems they face. And in the majority of countries, people think governments are doing a bad job tackling corruption. Just look at the broad-based uprisings around the world in recent years. In the Maidan in Ukraine and Tahrir Square in Egypt, the mass movements in Romania, Tunisia, Sudan, Guatemala, you'll find they're driven by a total revulsion at corruption. That's why people in Cyprus responded to calls by Alexandra Adelidis to come out into the streets to demand accountability for corrupt officials who had sold passports to high bidders. And it's why people often rally behind anti-corruption champions when they come under attack for their work. That's what happened to Martha Chizuma, the youngest person and first woman to lead Malawi's anti-corruption bureau. She worked hard to root out graft in public projects and electoral systems. She was so good at her job that politicians blocked her from being reappointed. But people from across Malawi came out to demand she stay on, including civil society groups, government officials, and ordinary citizens who believed in her and what she was trying to do. Under pressure, politicians reversed their decision and reappointed Martha. The people we recognize today have been threatened, smeared, harmed for their work. Just a few months ago, Riyad Kobesi, a Lebanese journalist, had his windshield smashed while reporting a story on abuses by security forces. Despite the attacks, Riyad and the other honorees have persisted, and we're grateful to them. To today's honorees, thank you for your inspiring and essential work. The United States is honored to be your partner, now and going forward. And to all, congratulations. استمعنا إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي أعلن خلال هذا الحفل الافتراضي عن أسماء الفائزين بجائزة أبطال مكافحة الفساد الدولية، والتي كانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد يعني أطلقت هذه الجائزة. ومن ضمن الفائزين الزميل رياض بيسي الذي فاز يعني شخصيا ووحده في منطقة الشرق الأوسط بهذه الجائزة، ولذلك مبروك وألف مبروك للزميل رياض بيسي، مع التذكير بأنها ليست الجائزة الأولى الدولية التي يحظى بها الزميل رياض بيسي. سنستمع في هذه الأثناء أيضا يعني إلى كافة الأسماء الفائزة بهذه الجائزة، ونعود لمتابعة النقاش. We're funding judicial network and anti-corruption training programs in Europe and Eurasia. The United States and our partners are seeing real results. Equally important are department efforts to build partner capacity to prevent corruption in the first place. Whatever our tools, only by working together can we stop corrupt actors from operating with impunity. And so, on behalf of the Department of State, it is my honor to name 12 anti-corruption champions from across the globe. These courageous individuals have overcome great obstacles to lead and inspire many others in the fight against corruption. Men and women, government officials, and non-governmental activists whose remarkable achievements have promoted development, peace, and security in their communities and countries. Today, the Department of State recognizes the following individuals as anti-corruption champions. Dartie Bradley, for exposing corrupt practices and illegalities in the sale of Belizean passports and visas, and for bringing to light a scheme to illegitimately bestow Belizean citizenship to foreign nationals. Nikolai Stoykov, for his heroic investigative journalism that unveiled high-profile public corruption cases
and inspired widespread public demand for good governance and rule of law in Bulgaria. Alexandra Atsalidis, for her efforts to organize and lead the first significant anti-corruption demonstrations ever to take place in the Republic of Cyprus, inspiring fellow citizens to demand action against corruption. Carlos Giovanni Ruano Pineda, for his service in upholding the integrity of the Guatemalan justice sector for more than 13 years, and for his vocal defense of judicial independence and democratic norms through his leadership of the Guatemalan Association of Integrity for Judges. Gabriela Alejandra Castellanos, for her courage on the front lines in the fight against corruption as executive director of the National Anti-Corruption Council, and her commitment to investigating the toughest cases in Honduras. Jamilaya Maricheva, for her innovative use of social media to break the cultural code of accepting and expecting corruption in Kazakhstan's government procurement system. Juris, for his bravery leading the successful prosecution of oligarch and global Magnitsky designee Ivers Lembergs, achieving Latvia's highest profile conviction for corruption-related charges. Riad Kobayashi, for his integrity, leadership, and courage in confronting corruption in the public sector and exposing bribery and smuggling through his accountability journalism in Lebanon. Martha Chizuma, for her leadership, courage, and impact countering corruption at all levels in procurement and election matters while serving as Director General of the Anti-Corruption Bureau and Ombudsman in Malawi. Denise Namburetti, for displaying exceptional courage in holding government officials accountable for massive fraud and promoting a sovereign wealth fund in Mozambique to responsibly manage future revenues for natural resources. Dr. Topat Yamatnak, for his courage while advancing societal anti-corruption awareness, community policing, procurement reform, government data transparency, and youth engagement in Thailand. And finally, Carlos Paparoni, for his bravery as key investigator and spokesperson against corruption in Venezuela and his efforts to constrict the corruption and money laundering that fund the regime's anti-authoritarian grip. I wish we could gather together in person to celebrate the courageous and inspiring work of these individuals. Each of you has your own story and is deserving of this recognition. As the world commemorates International Anti-Corruption Day, the United States renews its commitment to stand by citizens around the world, calling for transparent, accountable governments. We proudly recognize these champions and many other unsung partners across the world who have taken a stand against corruption. It is because of individuals like these that our collective work towards a safer and more secure world continues. إذن مشاهدينا استمعنا إلى حفل توزيع جائزة أبطال مكافحة الفساد الدولية والتي أطلقتها الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي، وكان من ضمن الفائزين من منطقة الشرق الأوسط الزميل رياض قبيسي، وذلك عن مجمل أعماله في الصحافة الاستقصائية، وأعطيت هذه الجائزة له بناء على نزاهته وشجاعته وقيادته في مكافحة الفساد والرشوة ضمن مجمل التحقيقات الاستقصائية التي قام بها يعني في السنوات الماضية. وطبعا هذه ليست الجائزة الوحيدة التي حصل عليها الزميل رياض قبيسي، بل هي ربما الجائزة الثامنة، وسبق للزميل رياض قبيسي أن حصد عدد من الجوائز الدولية، نذكر منها على سبيل المثال فوزه بالمركز الأول من مؤسسة تومسون فاونديشن عن الوثائق السلاح زينة السلاح،
وهو عن تجارة السلاح في لبنان، وأيضا وثائقي نومادام الذي فاز فيه بالمركز الثالث من مؤسسة تومسون فاونديشن، ومؤخرا كان الزميل رياض أباسي قد حصل على جائزة الشيخ تميم بن حمد الثاني الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، وذلك عن مجمل أعماله من التحقيقات الاستقصائية. واليوم يحصد الزميل رياض أباسي هذه الجائزة الجديدة، فألف مبروك لرياض وطبعا لكل أسرة تلفزيون الجديدة. وبذلك نعود إلى يعني مجريات هذا الحوار مع الدكتور علي زبيب. أهلا وسهلا فيك مجددا. أهلا فيك. أول شيء أنا بدي هني للصديق رياض أبيسي، اللي نحن إذا بدك المشوار الإعلامي الاستقصائي اللي بلشه كنت لما كان بعده السوق بشكل عام في نوع من التابو للحديث عن المصرف المركزي ودور الحاكمية، عم نحكي نحن عام 2014 أو 2015، بوقتها طلعنا وحكينا عن المادة 19 والمادة 20 من النقد والتسليف تماما، وقلنا عن وجوب إقالة من يخالف واجباته الوظيفية أو من يتخطى القانون عبر أي مصالح تتنافى مع قانون النقد والتسليف. كان ضمن سلسلة تحقيقات سويس ليكس. صح. فأنا بدي هني مرة جديدة على الجائزة، وبتصور الوزير الخارجية كأنه بس ذكروا له بالاسم. نرجع للنقاش حول تفاصيل هذا القانون. كنا عم نحكي نحن على أنه المادة الثامنة في هذا القانون المقترح من قبل الحكومة، واللي قدمه نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي في جلسة اللجان الأخيرة، وأيضا تبناه فيما بعد النائب الأولى نحاس في جلسة اللجان النيابية، هي المادة الأساس والمادة اللغم في هذا القانون. إذا فيك تشرح لنا أهميتها ومدى خطورتها. صراحة أستاذ آدم، القانون حق الألغام الاقتراح، يعني أنا إذا ما بعرف إذا الكاميرا قادرة تشوف الورقة عندي، كنت عم جرب لون بالأصفر وين بقدر لاقي ثغرات، فطلعت الورقة كلها صفرة. نعم. إذا بدنا نحكي عن عمليا قبل ما فوت بالمادة الثامنة، حصر جميع الصلاحيات بإيد المصرف المركزي دون أي محاسبة للمصرف المركزي عن ما سبق، وبالتالي اليوم أكيد في أمور يمكن إيجابية لازم نحكي عنها، يعني وهي كتير صراحة قليلة، بس أنا قلت أنه رجع انعطى القضاء مقارنة باقتراح قانون ورد من عدة أشهر، انعطى القضاء إذا بدك صلاحية للبت برفض طلب أي مودع للتحويل، لأنه الطلب بيرفضه المصرف. بعدين في عنا وحدة خاصة مسؤول عنا مصرف لبنان بتبت فيه، وإذا تم رفضها طبعا مجلس قضاء الأعلى بشكل محكمة خاصة، وهذه المحكمة الخاصة بتبت بهذا الموضوع. فرجع انعطى إلى حد ما القضاء بعض من الهيبة اللي أفقدته إياها الاقتراحات السابقة، علما أن نحن بعد ما بنعرف مجلس قضاء الأعلى على أي أساس رح يشكل هاي المحكمة الخاصة، لأنه نحن بنعرف أوقات التعيينات بالمحاكم الخاصة تخضع لها معايير قد لا تتواءم وتتلائم مع مناقبية وحيادية، يعني المناقبية والحيادية المطلوبة. فهذا شيء إيجابي بسيط. أما الثغرات، بدي أرجع أكرر أنه اليوم هذا قانون، هذا التشريع يمكن يكون عم نشرع على 30 و 40 و 50 سنة، طبعا هذا قانون هو سنة واحدة بس عم نحكي نحن على التشريع بشكل عام. شو يعني إدخال مصطلح الأموال الجديدة بتشريع لبناني؟ بأي حق؟ في عنا دستور. هل يا ترى الدستور اللبناني هالقد صار هتكه وتخطيه بالأمر اللي حتى مجلس النواب لا يحترم هرمية القوانين أو النصوص ومبدأ سمو الدستور، وبالتالي بسن قانون يتنافى مع المبدأ الدستوري بعدم التمييز، لأنه هو ميز بين المواطنين بشكل فاضح وبشكل يخرق الدستور، وأدخل كلمة أموال جديدة، وبالتالي عم بيقول لكل الناس اللي عملوا ادخارات عمرهم وما لم تفقد الأموال بسبب قوة قاهرة بل بسبب ارتكابات من عدد معين من المصارف والسلطات الرقابية والسياسيين والتجار وأكثرهم politically exposed personnel، أشخاص معرضين سياسيا دون أي محاسبة. فاليوم نحن عم نقدم اقتراح مليء بالثغرات دون أي محاسبة، وعلى عبارة أو على نظرية عفى الله عما مضى، لأنه اليوم أنا لما تكون مرتكب أو متهم بالارتكاب وسلمك كل الصلاحيات، يعني عم أقول لك كل الأمور اللي مرقت مرقت، وهلأ عم برجع سلمك
طريقة التعاطي وطريقة إدارة هذا القانون. عظيم. هيدي بالشكل. بالمضمون استاذ آدم، أنا برأيي إنه هذا القانون الهدف الرئيسي لإمراره وتهريبه هي المادة الثامنة. المادة الثامنة بتقول، وأنا بحب أقراها مثل ما هي لأنه كل كلمة فيها مدروسة. وعلى فكرة أنا كنت دائما أتهم السلطة التشريعية بعدم الكفاءة والقدرة على التشريع بأماكن عديدة للنقص بالقوانين. بس هذه المادة مأكلة. غيرت رأيي وصرت على يقين أنه اللي عم بيساعدهم بسن القوانين على مستوى عالي جدا من الحرفية والتقنية والذكاء، لأنه بيقدر يزرع أفخاخ بقلب القانون البعض ممكن يفكرها حماية للمودع، وهي فعليا بتضرب كل مبادئ وقواعد حماية المودع. وأنا عم بحكي هون عن المادة 208 من نقد التسليف. لنرجع للمادة 8، بتقول عنوانها طابع النظام العام. إذا بتسمح لي أستاذ آدم قبل ما فوت بالمادة 8، في موضوع المراقبة والعقوبات في حال عدم تنفيذ القانون. بيقول على لجنة الرقابة على المصارف مراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وتحويل أي مصرف مخالف أمام الهيئة المصرفية العليا بموجب المادة 208. طب أنا عندي سؤال، كيف ممكن تكون لجنة الرقابة على المصارف مؤتمنة ونحن صرنا عم نشهد 26 شهر من المخالفات الغير مسبوقة على المستويات العالمية ولا مصرف تم معاقبته؟ اخيرا بالمناسبه الحديث اللي صار حول عملات ال100 دولار القديمه، الدولار الابيض والدولار الازرق والاخضر، الازرق والاخضر الابيض، واللي طلع يعني مجرد بيان تحذيري او توضيحي من المصرف المركزي انه عدد من المصارف ومكاتب التحويل يقومون بهذا الاجراء، علما انه هذا الاجراء بحد ذاته مخالفه يسمح لي المصرف المركزي يعني الهيئه العليا للهيئه المصرفيه العليا بمحاسبه هذه المصارف، ولكن طلع بس بيان توضيحي. هيدا الشيء بيعرض اللي بيعمله لعقوبات اقتصادية من أمريكا لأنه عم بيصير على الدولار الأمريكي. هيدا الشيء بلش باليمن من أكثر من 3-4 سنين، وصاروا يسموا الدولار الأزرق والدولار الأخضر، وصار مثل ما بيصير معنا بالدولار المحلي، ومثل ما هلأ باللبنان بتشتري تشيك على 5%، يعني يقتطع عمولة من المبلغ، هي 5%، هلأ عم يقتطع عمولة حوالي 5% من الأزرق والأخضر. باليمن يقتطع عمولة 15%. وبالتالي للي ما بيعرف وللمصارف اللي عم تعتبر حالها عم تتشاطر، هيدا بعرضها لعقوبات اقتصادية لأنها بتخالف القوانين الأمريكية لعدم احترام العملة الأمريكية، وبالتالي إنقاص قيمتها، اللي هي حتى هاللحظة كل أنواع العمل هيدا بيعتبروه شيء بيتعلق بالأمن القومي الأمريكي على فكرة. يعني لأنه بعرف أنا المصارف من شو بتخاف، لا بتخاف من الدستور ولا بتخاف من القانون، بتخاف فعليا من أي عقوبات أمريكية. وبالتالي هذا تحذير أنا بتشكرك لأنك ذكرته. بس هل يا ترى أنا فيه أوثق بلجنة الرقابة على المصارف؟ وشو عملت لجنة الرقابة على المصارف؟ المجلس المركزي قراراته لوين راحت؟ الهيئة المصرفية العليا إمتى طبقت المادة 208 اللي بتبلش بالتنبيه وبتنتهي بالشطب؟ وين شفنا مصارف انشطبت عن اللائحة؟ وين المصارف اللي بترفض إقرار، عفوا، ترفض تطبيق وتنفيذ الدولار الطالبي وبتهدد المودع وبتزل المودع وبتحط له حسابه بتشك عند كاتب عدل لأنه طلب بالدولار الطالبي، لدرجة أنه رئيس مجلس النواب قال الجرس الأكبر، يعني إذا مجلس النواب اللي هو مؤتمن التشريعية على المؤتمن على عم يشكي لنا التشريع ومن ثم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية اللي هي يعني تأمر الضابطة العدلية ما عم تاخد ولا إجراء بحق ولا مصرف عم بخالف قانون مشرع ونازل بالجريدة الرسمية. فأنا أصلا ما عندي ثقة بولا قانون حتى لو كان منيح، لأنه بيقولوا لك المشكلة مش بعدم وجود القوانين، المشكلة بتطبيقها، والمشكلة مش بس بتطبيق القوانين، المشكلة بتنفيذ أحكام المحاكم، ونحن هيدي عم نعاني فيها حتى ما نضيع. بس يضاف للي ذكرته فيما يتعلق بعمل لجنة الرقابة على المصارف، فينا نسأل حول يعني التعميم 150 الذي طلب من المصارف إعادة تكوين جزء من ودائع 3%. بعدنا لحديت هلا مش عارفين مين التزم، وما عارف إذا بعضهم عم بيعدوا أو عم بيعملوا الإحصاء. هو 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 كمان يعني بتعرف يا ريت حلقتنا أطول، ما لأنه كل شيء عم تقوله بيفتح لنا باب. اليوم بالبند الثالث من المادة السادسة بيقول عند صدور طلبات التحويل الاستثنائية يتم، وهي ما حدا انتبه لها بتصور، يتم تمويل هذه التحويل
من حسابات المصرف المعني المتوفرة إلزاميا بالعملة الأجنبية في حساباته لدى المصارف الأجنبية. شوف ما لفخ، يعني عم بيقلك إذا اليوم آدم شمس الدين راح طلب يحول مصاري والاستثناء تبعه مقبول وبالتالي تم الموافقة على الطلب، بيقلك المصرف لازم يحول من المكون الاحتياطي الإلزامي أو بالأحرى من المصاري المتوفرة بشكل إلزامي لدى المصرف المراسل الأجنبي. ومين قالك أنه المصرف تبعك عنده مصاري مين قالك أنه عنده مؤونة كافية؟ بركي المصرف تدرع أنه أنا ما عندي مؤونة كافية وبالتالي أنا ما عم خالف القانون، لأنه القانون قال لي بدي أدفعهم من الأموال الموجودة إلزامية وأنا ما عندي إياهم. يتفضل المصرف اللبناني فرجينا مين التزم بـ3% من إعادة تكوين رأس المال الخارجي لغايات تشبه غاية قانون الكابيتال كنترول، وبالتالي هاي كمان فخ جديد. واللافت أيضا إذا بدي أضيف على حديثك أنه من فترة طلع علينا وزير الاقتصاد في مقابلة على قناة الحرة حكي على أنه القطاع المصرفي كلياته 63 مصرف بده يصير في عنا 10 مصارف. نعم. ما يعني بأنه على الأقل في هناك عدد من المصارف لم يتمكنوا من الالتزام بهذا التعميم اللي يعني بناء على تعميم 150 مش لم يتمكنوا، أنا بعتقد عمدا بس هو لحديت هلا لم يتخذ اي اجراء من قبل مصرف لبنان بمن لم يلتزم، بالوقت اللي بيطلع وزير الاقتصاد بيجي بيقول لك انه هول 63 مصرف رح يصيروا 12، انه في حدا عم يعترف بالشيء اللي رح يصير، وفي مصرف مركزي مؤتمن على تطبيق تعميماته، حتى هذه اللحظه لم يقل لنا اي مصرف التزم بهذا التعميم ومن لم يلتزم بهذا. هذا مني بفوتوا على اجتماعات صندوق نقد دولي ببلد خربان وببلد منهار كليا بيتخانقوا قدام وفد صندوق النقد الدولي لانه ما بيكونوا متفقين على الارقام ولا على الموقف اللي بدهم ياخذوه بين وزاره ماليه وبين فريق مفاوض وبين مصرف المركزي. يعني فاكيد ما في عجب لما يكون في تصاريح متناقضه بظل وضع نحن بامس الحاجه فيه لاي مساعده دوليه. هلا اللي انا عم اقوله انه الهيئه المصرفيه العليا اللي ما أخذت ولا قرار، لا تنبيه ولا شطب ولا وضع إدارة بديلة. آخر مصرف وضع إدارة بديلة عليه هو بنك التمويل قبل الأزمة، آخر مصرف تم تصفيته هو بنك الجمال بأول أيلول 2019 اللي وضعوا على لائحة العقوبات الأمريكية 100%. وبالتالي نحن لما بيجي إشارة من برا مستعد المصرف المركزي يشغل كل مقدراته القانونية والتقنية والعلمية، لأنه هي كلمة بيحبوها بالمصرف المركزي، لحتى يخلق يرجع الانتظام العام بالقطاع المصرفي. وين الانتظام العام؟ وين الهيئة المصرفية العليا بتطبيق المادة 208؟ حقلك وينه. المادة 208 الاتيان على ذكرى بحد ذاته هو فخ، لأنه اليوم وهيدي بنربطها بالمادة 8 من هيدا القانون. اليوم لما المصرف ما بده يطبق قرار أو حكم دولي بيتذرع بوجود قانون محلي. التذرع الأكبر هو لما يتذرع بوجود المادة 208 بقلب هالقانون المحلي وبيقول للجهة الأجنبية إنه هيدي المادة 208 من قانون النقد والتسليف بتأدي لأن انشطب عن لائحة المصارف، وبالتالي مع رغبتي الشديدة بالامتثال لحكم أجنبي ولكن أنا ما فيي حول مصاري وما فيي التزم بحكم أجنبي اتاخد، لأنه إذا التزمت سوف يتم شطب المصرف عن لائحة المصارف لدى مصرف لبنان وبالتالي تصفيته. يعني التحصين اللي أنت حضرتك عم تذكره لأنه في عنا نحن جانبين من الخطر اللي بيخافوا منه المصارف فيما تعلق بما يجري مؤخرا من دعاوى سواء محلية أو خارجية، اللي عم تقوله حضرتك أنه المادة 8 تحمي خلينا نقراها المصارف خلينا نقراها لأنه بتستاهل نعطيها ما تبقى من هذه الحلقة، لأنه لازم المودع يعرف أنه هاي معركته الأساسية. مثل ما كنا قبل نقول التدقيق الجنائي هو معركة المواطن، كل مواطن، يعني المحامي والطبيب والمهندس والخضرجي والنجار والسنجري والأستاذ والصحافي، معركة كل مواطن هي التدقيق الجنائي. كنت دائما عم أقول أنه ما رح يصير وما صار ولا رح يصير. كمان اليوم عدم القبول بهكذا اقتراحات مفخخة من ناس انتخبوا ومؤتمنين على مصالح المواطن ما لازم تتمرر. المادة 8 بتقول عنوانها طابع النظام العام، بتقول أن أحكام هذا القانون هي استثنائية ومن النظام العام وبالتالي عطتها على الهرمية وتطغى على كل نص يتعارض معها.
ليه؟ لأنه دائما في تنازع قوانين بلبنان وفي نصوص تتعارض مع نصوص جديدة، وبالتالي هون قال إنه يعني تطغى على كل نص. هذا بيضع فوق كل القوانين القوانين الموجودة وتطبق مسبقا. يعني بما في ذلك قانون النقد والتسليف وقانون التجارة وقانون العقوبات وقانون الموجبات والعقود، وتطبق فورا بما في ذلك. خلينا ننتبه هون استاذ ادم لانه وهنا الطامه الكبرى، وبما في ذلك على التحاويل التي لم تنفذ بعد، كما تطبق على الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج التي لم يصدر فيها حكم مبرم وغير قابل لاي طرق من طرق المراجعه، وذلك خلال مده نفاذه. خليني اشرح للمشاهد الكارثه والمصيبه اللي المادة الثامنة اللي أنا بعتقد هي كل القانون، واللي أنا بعتقد هي الهدف الرئيسي للاستعجال والتحايل لإمرار هذا القانون. ليه عم بعطي لحالي المقدرة أني أشرحها؟ لأنه أنا واحد من المحامين اللي بيشتغلوا على المستوى الدولي، ونحن كمان معنيين ومشاركين بعدد من الدعاوى اللي قيمتها كتير كبيرة بأكثر من بلد بالعالم، بما فيهم بالدرجة الأولى بريطانيا وأمريكا وفرنسا. عظيم. اليوم المحاكم الدولية، لما أقول الدولية يعني الأجنبية بقصد، عفوا، المحاكم الأجنبية بلشت تنعقد صلاحيتها وتاخد اختصاص بدعاوى تقام من قبل مواطنين لبنانيين يحملون جنسيات هذه الدول أو مواطنين أجانب لديهم ودائع في المصارف اللبنانية. لما نقول نحن اختصاص، يعني انعقد اختصاص المحكمة للنظر، خلينا أعطيك على سبيل المثال للحصر، والمثل الأهم هو المحكمة العليا البريطانية اللي هي الهاي كورت اوف جاستس بلندن، بلشت تنعقد صلاحية هاي المحاكم للمحكمة لتنظر بهالدعاوى. شو يعني؟ يعني بعد فترة من طبعا جلسات المحاكمة والادعاء والدفاع، لأنه المصارف موكلة واحد من أكبر مكاتب المحاماة بالعالم، مع العلم أنه نفس المكتب بيمثل عدد كبير من المصارف، واللي أنا بعتقد هو على تنسيق مع جمعية المصارف. بعد أكيد فترة رح يكون في أحكام، وأنا بعرف لأنه يعني أنا قدمت Expert Evidence Report، وبالتالي هو تقرير خبرة كمحامي متخصص وممارس بالشؤون المصرفية لهذه المحكمة، وتعول على هذا التقرير لقبول النظر بدعوى ضد يعني واحد مصرفين كبار بلبنان. وبالتالي مجرد ما تبلش الأحكام بتصير المصارف بوضع كتير صعب. عشان اليوم انت عم حضرتك عم تلفت للنظر فيما يتعلق بالجملة اللي بتقول التي لم يصدر فيها حكم مبرم وغير قابل. لا، المبرم هي مصيبة بتتخطى المصيبة الأساسية، انه اليوم حتى لو محكمة اصدرت حكم، شو عم بيقول لك القانون؟ عم بيقول لك اذا تم الادعاء من سنة وبعده ما صدر قانون، لا يعتد بتاريخ الادعاء، يعتد بتاريخ الحكم، وبالتالي نحن قمنا دعاوى ب 10 مليون دولار وبعده ما طلع القانون، بعده ما طلع الحكم، طلع القانون اليوم، بس يطلع الحكم بيجي القانون الاقتراح الموجود حاليا بيعطي الرخصة للمصرف بعدم تنفيذ هذا الحكم لأنه صدر قانون قبل الحكم، وهذا شيء غير جائز، لأنه يجب أن يعتد بتاريخ الادعاء بما أنه أنت لك حق، أول شيء لك حق الولوج إلى العدالة، وبالتالي من تاريخ ادعائك انعقد وأثبت الحق تبعك، مثل لما بتنزل تعمل إيداع عن كاتب العدل، الإيفاء بيصير من تاريخ ما حطيت تشيك، مش من تاريخ ما صدر الحكم، عم نحكي بتوقف الفوائد من تاريخ ما حطيت تشيك. عم بعطي مثل بس، اليوم يجب أن يعتد بتاريخ الادعاء. عظيم. الأسوأ استاذ آدم أنه حتى لو صدر حكم بيقلك ومن بعده صدر قانون، بيقلك لا، هذا الحكم كمان لا ينفذ لأنه يجب أن يكون مبرم، وبالتالي لازم يكون مرق بكل درجات التقاضي، يعني فعليا من المستحيل أنك توصل لآخر درجة التقاضي قبل ما يطلع قانون كابيتال كنترول، وبالتالي هذا شكل حصن حصين للمصارف التي يعني اللي هي عرضة لهذه الأحكام، وبالتالي لما يجي هذا الحكم أو يصدر هذا الحكم بيقدر المصرف يقول أنا بدي امتثل وطبق، ولكن ما فيه لأنه في قانون بيقول لي ممنوع، وبالتالي بحيني على الهيئة المصرفية العليا وممكن انشطب عن لائحة المصارف. طيب، كان واضح جدا أنه الاستعجال أو حتى إقرار هذا القانون، على فكرة هذه المادة 8 موجودة ليست
ليس فقط في هذا الاقتراح، موجودة بقانون آخر، قانون لجنة المال والمال والموازنة. لكن السؤال يعني كلنا بنعرف نحن أنه هناك محاولات مستمرة من قبل جمعية المصارف والمصارف بتشكيل نوع من الحماية لنفسها مقابل ما يتم ترداده عن تسارع رفع الدعاوى في الخارج ومن قبل المقتدرين أيضا. ولكن كان لافت جدا أنه مؤخرا صار في سرعة قياسية في محاولة تمريره مثل ما حضرتك هيدا ذكرت. صح. هل ذلك مرتبط بوصول عدد من الدعاوى أو ربما طبعاً. خشيت بعض المصارف نظرا لمعرفتها بالدعاوى اللي مرفوعة برا أنه في دعوة أو كم دعوة مرفوعة عليهم بدهم يزمطوا منهم قبل ما يوصل؟ آدم تعرف خليني عن جدكم كتير صريح، أنا عم بحضر جلسات محاكمة افتراضية لأنه ما عم نقدر نروح. شي بيضحك دفاع المصارف، ما إلي حق فوت لا بأسامي بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة. شي معيب طريقة الدفاع اللي عم بيقوم فيها المحامين تبع المصارف بالمحاكم ببريطانيا، وعم بحكي تحديدا ببريطانيا. مش خشية، في قناعة عند المصارف انه في احكام رح تصدر ضده، في احكام بلشت تصدر، وبالتالي السلطة السياسية الممثلة بالسلطة التشريعية، وما بدي اشمل الكل لانه في نواب فعلا حريصين انه ما يمرقوا هيك قانون، وفي نواب بيعملوا قوانين بتشبهها وبيرجعوا بيطلعوا بشعبوية بيقولوا بنرفض هيدا القانون، وهن اقتراحاتهم تقريبا بيشبهوا هاي الاقتراح لشكل كتير كبير. والسلطة التنفيذية في لعبة كتير واضحة انه خلينا نشكل هيدا الحماية، لانه كلهم هول استاذ آدم بشكله الأوليغارشيا المعروفة اللي دايما بنحكي عنها واللي لا تغيرت ومش بالقريب العاجل رح تتغير. ولكن ما بفقدي بعد معنا وقت معنا تفضل. ولكن أنا بدي أقول شيء وطمن المودعين، لأنه دائما فينا يعني نضوي على الثغرات ونضوي على المصايب ونضوي على المشاكل، بس الأهم نعطي برقة أمل للمودع. وبدي أعطي خبر سيء للمصارف، بدي أقول إنه المصارف خوفها الأكبر والدايم هي وقوعها تحت عقوبات خاصة أمريكية. المصارف لا بتخاف من خرق دستور، لأنه لما تسكر حسابات نواب مع عدم دفاعي على الإطلاق عن أي شخصية سياسية، ولكن عم بحكي بمنطلق دستوري، لما تسكر حساب نائب بعد قبوله بتهمة جزائية نظرا لوقوع لائحة عقوبات بدون الدستور. إذن المجلس، هذا بخالف الدستور. لما تخالف القوانين كلها، نقد وتسليف وعقوبات وتجارة وموجبات وعقود وحتى القوانين الاستثنائية مثل قانون دولار الطالبة، كل هيدي المخالفات ما بتخاف منها المصارف، لأنه بتعرف في سلطة رقابية متقاعسة هي تتمثل بالمصرف المركزي وهيئاته ومجالسه اللي بترأسها كل الحاكم شاءة الأقدار. ولما يكون صدفة. في سلطة قضائية إيه يعني كلهم مجلس مركزي وهيئة مصرفية عليا ولجنة القضاء على المصارف وهيئة تحقيق خاصة. ولما تكون في سلطة قضائية أيضا متقاعسة من أولها لآخرها باستثناء بعض القضاة المشهود لإلهم، بس كثير عن قانوني عم تكون بالتعبير متقاعسة، البعض بيعتبرها متواطئة. ايه وانا بعتبر في بعض منهم متواطئ، اكيد في بعض القضاة عم يتواطئوا، لانه ونحن بنعرف شو في احكام عم تطلع، وبنعرف في اوقات قضاة عجلة كيف بردوا دعاوى عجلة مستحيل تنرد، ولانه فيها ضرر محدق وحال ولا يمكن درقه او دفعه عم ينزل على المودع. لا نحن ما بنستحي، اللي نحن بدي اقوله انه حتى بنقابة المحامين صرنا سنتين عم نشتغل بشكل دايم، وهلا نائب كاسبار عم بصدد تشكيل لجنه تتعلق وتتصل يتصل عملها حصرا بموضوع اموال المودعين واستعاده الاموال المنهوبه، ورح نجرب نكون موجودين باللجان النيابيه لحتى نحط، لانه كمان نحن والاشخاص المعنيين بمراجعه هذه القوانين حتى نحط الامور بنصابها. بس لا ارجع للموضوع، المصارف بما انها بتخاف حصرا من العقوبات الامريكيه والعقوبات الدوليه، اللي انا بدي اقوله انه مش معناتها اذا تم تمرير هذا القانون، لانه يمكن ان يمرر بالرغم عن انف انوف الجميع، مش معناتها اذا بتقدر تتهرب من تنفيذ حكم دولي بالشق الداخلي يعني فيك تتهرب منه بالشق الخارجي. كيف؟ لانه القانون الاجنبي او بالاحرى الحكم الاجنبي يطبق بالخارج، وبالتالي اليوم بطمن المودعين انه كل المصارف اللبنانيه و رؤساء مجالس إدارتها وأعضاء التنفيذيين بمجالس الإدارة عندهم أملاك بالخارج،
وبالتالي يمكن الحجز أو طلب الحجز ليس فقط الاحتياطي بل التنفيذي على ومنع التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة للمصارف ولرؤساء مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة في الخارج. هذا شيء كثير أساسي. طيب إذا أنت عم تقول هذا الشيء أنه هذا القانون لا يمكن أن يمنع تطبيق هذه الأحكام في الخارج، السؤال هون اللي بينطرح واللي كمان ربطاً بالسؤال ليش هالقد مستقتلين على تمرير هذا القانون، إذا عم تقول هذا الشيء ما بيحميهم بالخارج يحميهم فقط في الداخل، سؤال بينطرح مما يعني طالما هني مش معرضين للحماية في الخارج ليش الاستقتال بتطبيق قانون في الداخل اللبناني وينحصر إمكانية حمايتهم داخلياً؟ لسببين. السبب الأول ما في أحسن من أنك تتلطى وراء قانون لحتى ما تضطر تحول مئات الملايين من الدولارات، يعني هذا السبب الأساسي، وهي الدولارات اوريدي صارت موجودة برا وبالتالي بتصير مضطر. سو أول شيء عم بيشيلوا شقفة كتير كبيرة من المسؤولية المالية عليهم وعم بيضرعوا بهذا القانون أنه نحن ما فينا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه أنت اليوم لما بدك ما بقى فيك تعطي صيغة تنفيذية للقانون الأجنبي بلبنان، وبالتالي هذا أمر كتير أساسي. ما القوانين الأجنبية كيف بدك تطبقها جو بالداخل؟ بل ليس من المعلوم أن معظم ممتلكات المساهمين وأصحاب المصارف غير موجودة في الداخل بل هي في الخارج متعلق بأموالهم وممتلكاتهم. لا مش ضروري، مش ضروري. رؤساء مجلس الإدارة عندهم والمصارف عندهم أملاك كتير كبيرة وموجودة بلبنان، وبالتالي اليوم لما بقانون بيحميك أنك ما تطبق حكم أجنبي ما فيك تقدر بموجب هالحكم الأجنبي تعمل إجراءات حجوزات تنفيذية داخل البلد. اليوم إذا بتطلع، وهذا شيء كتير أساسي أستاذ آدم، إذا بتطلع بس بآخر 25 شهر 26 شهر ما قدرت المصارف تعمل حجوزات تنفيذية على العقارات بموجب القروض التي تخلف أصحابها عن التسديد. قبل صاروا متخمين بالعقارات، وبالتالي هي كلها عقارات موجودة بأصول المصرف وممكن الحجز عليها. هذا كله بيهربوا منه المصارف لأنه بيتذرعوا بالقانون. أما في الخارج فالوضع يختلف، وبالتالي السبب الأول اللي قلت لك عم بيخلصوا من تحويل مئات الملايين من الدولارات، عم يخلصوا من تعريض أموالهم المنقولة والغير منقولة داخل لبنان للحجز، وأيضا عم يخلصوا من خطورة إجراء أو إعطاء صيغة تنفيذية للأحكام الخارجية. خلينا ننتقل للشق الخارجي اللي هو الأهم. بالشق الخارجي القانون أو الأحكام ستطبق، ولكن أنت عم تقلي ليه عم يستعجلوا؟ لأنه اليوم لما تطلع حكم كمان عم بتصعب العملية على المدعي إذا بده يرجع يلحق ممتلكاتهم ويجري حجوزات تنفيذية، وبالتالي في ترتيب أو مترتبات مالية تقيلة وباهظة على المدعي، لأنه اليوم المدعي ادعى إجا حكم، إذا بده يكمل فيه برا بده يعمل حجوزات، يعني وقت زيادة ومصاريف زيادة. يعني اليوم المصارف قد ما فيهم عم يستعملوا يوضعوا عقبات بصيغة قانونية لحتى يستسلم هيدا المودع، مع العلم أنه المودع الداخلي آدم اهترى. يعني أصلا مين معه مصاري يعمل ادعاء بالداخل وهو أمواله محجوزة وبتسوى 18% من قيمتها الحقيقية؟ أما المودع اللي عايش برا فعنده المقدرة المالية ليتابع لأنه عنده إيمان بالتحصيل. وأنا هون بدي أشير لنقطة كتير بسيطة وكتير مهمة، إنه اليوم وعم بحكي أنا على سبيل المثال للحصر بأمريكا، في حال صدر قانون عن المحاكم الأمريكية ورفض المصرف اللبناني تطبيق هذا القانون بذريعة وجود قانون محلي، يمكن للمصرف المراسلة الأمريكي أو يمكن للسلطات الرقابية الأمريكية وزارة الخزانة والمصرف الفيدرالي أن يأمر المصرف التجاري أن يقطع أي تعامل مع المصارف المصرف اللبناني المخالف، يعني يبطل correspondent bank، يبطل مصرف مراسل، وبالتالي شو بيصير المصرف اللبناني تاني يوم أو بنفس اليوم؟ بيسكر، وبالتالي يمكن فرض عقوبات على المصارف اللبنانية. سو للمصارف اللبنانية التي تعول على هذا القانون، وللمصرف اللبناني اللي بيعتقد أنه هذا القانون رح يشكل له حماية، بحب طمنه وطمن المودع، طبعا طمنه سلبيا وطمن المودع إيجابيا، أنه عدم الامتثال لأحكام أجنبية يمكن أن يؤدي إلى قطع علاقة المصارف المراسلة مع المصرف اللبناني المخالف، وبالتالي تعليق ورقة نعوة للمصرف اللبناني المخالف. آخر سؤال، وهذا يعني
ما بعرف إذا حضرتك عندك جواب عليه، يتردد بأنه أحد الأسباب التي تدفع المصارف إلى تمرير هذه المادة لحمايتها ضمن قانون حظر التحويلات مرتبط بما هو مقبل على المصارف في السنوات أو في الأشهر القادمة المرتبطة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة وإعادة الاستحواذ، ويتردد بعض الحديث على أنه جزء من الحماية الذي يؤمنها هذا القانون هو يعني تحصين محفظة المصارف فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي بلا شك سيدخل القطاع المصرفي في إعادة هيكلة. هل ذلك صحيح؟ إعادة الهيكلة أدم هي وضع أمر كتير حساس وما فيه بديل. اللي بده بعد يجي يقول في قطاع مصرفي بلبنان اللي نحن لطالما كنا مندعمه ولطالما كنا منعترف بأهميته اللي طلع الوهم الأكبر هو واهم، لأنه القطاع المصرفي في لبنان سقط، ما بقى في قطاع مصرفي. القطاع المصرفي يقوم حصرا على الثقة، هيدي الثقة ما بقى ترجع لو شو ما عمله. ولا ممكن جيب لي أي مواطن لبناني من هلأ لبعد 20 سنة بيسترجي يحط مدخراته بالمصارف اللبنانية بإداراتها الحالية وتحت هيدي السلطة الرقابية وتحت هالسلطة السياسية، ما بتلاقي. وبالتالي الحل الأوحد هو المرجرز اند اكوزيشنز اللي هي عمليات الدمج والاستحواذ. عندك خمس فرضيات: دمج واستحواذ وتصفية وإفلاس، أربعة عمليا، هدول هن الأربعة. وبالتالي اليوم نحن مقبلين على فترة تتعلق بعمليات استحواذ كبيرة، مصارف كبيرة رح تاخذ مصارف صغيرة، وبرضه هي ما بترجع ومصارف أجنبية، مصارف أجنبية يجب أن تشتري على مصارف محلية. لما تعطي الأمان للمودع اللبناني وللمستثمر الأجنبي بلبنان أنه حقك محفوظ لدى المصارف الأجنبية اللي طبعا هي أحجامها كتير كبيرة. وبالتالي اليوم شو عم تعمل المصارف؟ اليوم المصارف عم تجرب قد ما فيها تنظف حالها، عم تجرب قد ما فيها تزبط البالانس، لا ترفع سعرها قدامي. طبعا عم تجرب قد ما فيها تشطب هيدي الديون اللي الدفترية الموجودة على الشاشات من خلال طبعا بالتواطؤ وبتسهيل مطلق وكامل من المصرف المركزي اللي عم يصدر تعاميم غير دستورية وغير قانونية، مثل التعميم 151 اللي بيتعلق ب3900، مثل التعميم 158 بيتعلق بال $400 وعلى منصة صيرفة ال 400 الثانية، مثل التعميم 154 اللي بيقرر ياخذ مكان السلطة القضائية والسلطة التشريعية ويقول رجعوا 15% وللأشخاص المعرضين سياسيا رجعوا 30% بدون مسوغ قانوني. ليش ما بيطلب 100%؟ ما بعرف إذا الشخص معرض سياسيا. وبالتالي كل هيدي يعني إذا بدك المسرحية اللي عم تصير هلأ هي محاولات جدية وحقيقية لإعادة، إذا بدك تنظيف المصارف، التخلص بعملية إخراج مالي financial exclusion لكل المودعين الصغار اللي ما قالوا طعم اللي بوجعوا الراس أكان من إغلاق حسابات بشكل غير قانوني، بهدف واحد الإقبال على مرحلة الدمج والإدغام والاستحواذ واكتساب إذا بدك الحد الأقصى من المكتسبات المالية. واللي نفكر أنه بعض المصارف اللبنانية اللي كلها بصيغة عائلية بعدها متمسكة بامتلاكها للمصارف، مثل مصار مثلا من 20-30 سنة لما يتم الاستحواذ على مصارف صغيرة ولكن المصارف يتمسكوا بأسماء العيال، هذه بطلت موجودة. أنا بأكد لك في عدد لا يستهان فيه من صقور القطاع المصرفي اللبناني ما مصدقين أنه يظهروا. وبعطي هيك يعني تب إذا بدك للأشخاص اللي عم يحضرونا، فوتوا دوروا على أسامي صقور بالقطاع المصرفي قدي صار عندهم شركات بالمملكة المتحدة وبجزر الملاذ الضريبي بآخر سنتين، شركات financial intermediation يعني وسيطة. شركات وسيط مالي، وبتعرفوا أنه هن على استعداد كامل للخروج من القطاع المصرفي لأنه في مطرح بخبيهم أحسن وبيعملوا مصاري أكتر، واللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. صحيح. وبالتالي يعني قبل ما نختم أنا بدي أقول أنه الحمد لله أنه هيدا القانون سقط باللجان، لأنه يمكن لو قطع على الهيئة العامة كان مرق بالغوغائية اللي بتصير عادة بتمرير قوانين غير أصولية وغير عادلة، ولكن منحذر من اقتراحات قوانين مقبلة للكابيتال كنترول هيكون فيها نفس الألغام
بوقت يمكن المواطن يكون مشغول بأموره الحياتية، لكن بتمنى على المودعين يعطوا الأولوية المطلقة لمكافحة ومحاربة هاي القوانين. ونحن بنقعد على الأقل، يعني أنا بحكي عن نفسي، وإذا بسمح لحالي أحكي عن النقابة اللي أنا موجود فيها اللي هي نقابة المحامين ببيروت، بفتكر حنتابع بآخر سنتين اللي اشتغلنا فيهم، حنجرب هالسنة من خلال اللجان اللي عم تتشكل حاليا للتصدي لضرب حقوق المودعين، بداية بالبيان اللي صدر من يومين ورفض اقتراح هذا القانون، للوصول لاسترداد حقوق المودعين. بس بأكد لك أستاذ آدم بدون أي مواربة أنه أي اقتراح قانون أكان الكابيتال كنترول أو غيره بدون المحاسبة المطلوبة من المرتكبين، بدون التدقيق الجنائي لنعرف كيف ظهرت العشرة مليار دولار اللي ذكرتها بمقدمتك، ولوين ظهرت وعلى أي أساس ظهرت، وكم شخص معرض سياسيا لا يقترن مدخوله مع تحويلاته. قبل كل هيدا يصير، أي قانون بيكون ذرة مات في العيون، وبيكون لحماية الطبقة اللي دمرت هيدا البلد ولضرب الطبقة اللي هي أصلا صارت تحت الأرض. طبعا من المبكر جدا يعني الحديث عن الانتصار وإنجاز بعدم مرور هذا القانون. تعرف دائما عندهم حيل ومناورات عدة قبل يعني تطبيق شيء حتى لو خسروا بالسياسة تمرير. وعموما المحامي دكتور علي زبيب، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا لك أستاذ أبو، والشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة مقبلة.